من خلال محاضرة اليوم إن شاء الله حنتعرف على طرق التعامل مع مرضى الالتهابات الكبدية، الأدوية اللي ممكن نعطيهم إياها من دون ما نسبب مشاكل، الاعتبارات اللي تتعلق بالمعالجة لضبط أي مشاكل كالنزيف والتظاهرات الفموية المختلفة، أيضا تقييم المخاطر في العيادة بالنسبة للمرضى المختلفين سواء الحاملين للمرض أو النشيطين. أيضا نتكلم عن موضوع الفاكسينيشن بالنسبة للوقاية للالتهاب الكبدي باعتبار أنه أطباء الأسنان من الفئة المعرضة لمخاطر العدوى بهذه الأمراض، وأيضا نتعرض لتدبير حالة إسعافية ممكن تحدث في العيادة وهي وخز الإبرة اللي ممكن يؤدي ليحصل تلوث داخل الدم من مريض التهاب كبدي. حنشوف الاعتبارات المختلفة وحنشوف سواء المتعلقة بالمريض أو بالنسبة للطبيب سواء كان تعرض للقاح أو لا كيف نتصرف بهذه الحالات. طبعا لابد من في البداية من مقدمة نحكي فيها عن الالتهابات الكبدية نتعرف عليها عن قرب. خلونا نبدأ. شكل مرضى الكبد نسبة معتبرة تزورنا في عيادة الأسنان، طائفة كبيرة منهم هم مرضى التهاب الكبد. طبعا الالتهابات الكبدية بأشكالها المختلفة سواء الفيروسية أو الكحولية تؤدي لمجموعة من الآثار السريرية على مستوى الجسم، وبطبيعة الحال ينبغي عندما عالجت هؤلاء المرضى أن نأخذ بعض الاعتبارات والاحتياطات في معالجتنا. في البداية أود الإشارة إلى أنه كل ما يأتي في هذه المحاضرة وضمن سلسلة تدبير الأمراض العامة هي مستقاة من كتاب تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان، كتاب تم طباعته في 2017 واعتمدت فيه على أكثر من 200 مرجع. أيضا في حال رغبتكم اقتناء الكتاب ممكن التواصل معي مباشرة. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي لأي استفسار أو اقتراح، وأتمنى دائما تدعمونا من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. فيما يخص الكبد طبعا احنا بنعرف انه الكبد من الاعضاء ذات الاهمية القصوى، مو بس دوره هو في تنقية الدم من جميع التوكسيك كيميكالز اللي ممكن نتعرض لها من خلال الأطعمة المختلفة ومن خلال الأدوية، وأيضا سواء كانت خارجية كالكحول والأدوية، سواء كانت داخلية مثل البيلروبين والأمونيا وغيرها. لكن أيضا الكبد يقوم بإنتاج مجموعة من المواد الهامة كالألبومين، ويعتبر أيضا هو مخزن لمجموعة من العناصر الغذائية كالدسم والفيتامينات والسكاكر، وأيضا وظائف أخرى تتمثل بالفاتس ميتابوليزم. لذلك دائما أمراض الكبدية تنعكس اضطرابات على مستوى الجسم بشكل كامل وتؤدي إلى اضطرابات في مجموعة من الوظائف الكيميائية والحيوية اللي تنعكس على تخثر الدم على الميتابوليزم بشكل عام، وهذا بيطرح تحدي لأنك أطباء أسنان، لأنه نحن عند الحاجة لوصف أدوية أو عند الحاجة لمعالجة هؤلاء المرضى لازم نأخذ هذه الاعتبارات ونعرف نتصرف بناء عليها. بالنسبة للالتهابات الكبدية هي قد تكون إما التهابات تنتج عن الانفكشن بمعنى أنه في عندي عضو ممرض سواء فيرال بكتيريال، أو أنه تكون توكسيك بسبب مواد سامة كالأدوية وكالكحول وغيرها. وبالتالي من خلال محاضرة اليوم والمحاضرة القادمة راح أخصصها للالتهابات الفيروسية، وحنعمل محاضرة لاحقا لالتهاب الكبد الكحولي. بالنسبة للالتهابات الإنتانية أو الانفكشن هيباتيتس حنشوف خمس زمر بنعرفها، هي هيباتيتس A B C D و E. قبل ما ندخل بشكل مباشر لنحكي عن المرض، خلينا نسأل نفسنا أنه هل نحن نقع ضمن مجموعة عالية الخطورة بالنسبة للريسك اللي ممكن نحن يكون عم نتعرضه من خلال معالجة المرضى المختلفين. دراسة وإحصائية باليوروبيان جورنال أوف جنرال ديستري بال 2013 قالت أنه بشكل عام العاملين في المجال الطبي في المشافي هناك نسبة حوالي 14.5% للإصابة بالهباتيتس بي، ونسبة حوالي 1.5% للإصابة بالهباتيتس سي. فبالتالي نحن نقع ضمن مجموعة عالية الخطورة تحتم أنه نحن دائما نتعامل بحرص وبشكل صحيح. طبعا المخاطر الإصابة بالمرض بتعكس أسبابه، طبعا 10% من الالتهابات أو الالتهابات الكبدية هي مجهولة السبب، في حين أنه حنشوف 5% كانت بسبب الديال الدموي و10% من خلال الترانسفيوجن، وأيضا النشاطات الجنسية غير المشروعة كانت مسؤولة عن 15% من الإصابات، في حين أنه الانجيكتينج دراج يوز مع مرضى المخدرات كانت نسبة 60%. طبيعة الحال هذا عم نحكي نحن بشكل عام عن الهباتيتس الفيرال، لكن إذا بنحكي كالتهابات كبدية بشكل عام طبعا ممكن تكون أحيانا الكحول الأدوية وأحيانا حتى نقص المناعة الذاتية، بعض الأمراض الأوتوميون مسؤولة
عن بعض أشكال الالتهابات الكبدية. خلينا الآن نحكي ونفصل عن الالتهابات الكبدية بشكل مفصل. طبعا الالتهاب الكبدي هو مشكلة شائعة، هناك أكثر من 5 مليون إصابة سنويا. طبعا حنشوف مستوطن بدول أكثر من دول أخرى، تقريبا هناك ما يقدر ب 300 إلى 400 مليون مصاب أو حامل للمرض في العالم بشكل عام. نصف الكرة اللي ننتمي له الشرقي من الكرة الأرضية هو الأكثر إصابة. بالنسبة لالتهاب الكبدي A، تقريبا هناك حوالي 200 ألف إصابة سنويا. هذا النمط فينا نعتبره نمط حاد للالتهابات الكبدية الفيروسية، وهو ممكن نعتبره أقل الأشكال خطورة. من أهم الأعراض بنشوف يرقان، بنشوف نقص في الشهية، ممكن حمى، حصول انقلاب في اللون البول والبراز. أيضا المريض يعاني من غثيان وإقياء، ممكن يعاني بالألم في الجانب الأيمن من البطن، ممكن يكون في عنده حتى إسهال، بعض الإشكالات الهضمية، وممكن حتى في بعض الأحيان نادرا أنه يحدث ألم مفصلي. طبيعة الحال يشعر المريض بالتعب. المرض طبعا فترة حضانته تقارب الشهر ونص، هو مرض شديد العدوى. الشيء الإيجابي مع هؤلاء المرضى أنه بيحدث شفاء بشكل كامل بعد 6 أشهر في حال التزم بالعلاج والدايت. ممكن يحصل انتكاسة بعد الشفاء عند 5 المرضى، لكن بشكل عام المريض ممكن يستعيد عافيته ويحصل شفاء تام وما نتحول للكرونيك هيباتيتس الغالبية القصوى من هاي الحالات. طبعا الأضداد الاي جي ام بتكون متواجدة وبتشخص المرض قبل حتى حدوث الأعراض بحوالي 5 إلى 10 أيام، فتعتبر مشخصة. بشكل عام الأعراض الحادة المتوافقة اللي حكيناها تعتبر يعني سهلة لتشخيص المرض. طبعا بالنسبة للفاكسين، المرض فيه له فاكسين ممكن استخدامه، وممكن حتى نستخدم الاميون انتيباديز اللي هي بتكون قصيرة المفعول، ناخدها بشكل خاص عند المرضى اللي بيحصل إصابة بالهباتيتس A ضمن العائلة، خصوصا إذا في أطفال فممكن تقدم نوع من الوقاية خلال فترة التعافي من المرض. وبالنسبة للالتهاب الكبدي، طبعا الفيروس هو فيروس DNA بينتمي لزمرة الهبة DNA فيريدي. طبعا هذا الفيروس بيصطفي بشكل تقائي الخلايا الكبدية بشكل خاص. الإصابة بالمرض عالي، مرض تقريبا أكثر ب 100 مرة إمراضية من الهباتيتس اي، تقريبا 200 ل 300 مليون اصابه. ولسوء الحظ طبعا الفيروس مقاوم، بيستطيع العيش لمده اسبوع واكثر حتى في السطوح الجافه، وبينتقل طبعا عن طريق التعرض للدم الملوث او عن طريق ممارسه الجنس مع شخص مصاب، ممكن ان ينتقل من الام الى الجنين. لسوء الحظ انه معظم المرضى اللي تم عمليه نقل دم لهم بين 1960 و 1970 اصيبوا بالمرض، لانه بهذاك الوقت ما كان موجود لسه الوعي لعمليه تنقيه الدم وقابليه انتقال الامراض عن طريق الدم. المرض بيشيع مثل ما حكينا عند العاملين في القطاع الصحي، ومنهم أطباء الأسنان ومرضى غسيل الكلية، بطبيعة الحال المسافرين كمان بشكل مستمر، لأنه ممكن يتعرضوا للدم الملوث، وأيضا عن طريق الجنس المتعدد أو الشذوذ وغيره. المرض طبعا أشد إمراضية مثل ما قلنا من HEV. قد يكون لدى أكثر من 3/4 المرضى المرض غير عرضي. بالشكل الحاد من الهباتيتس B ممكن نحن نشوف أنه نفس الأعراض تتشابه الالتهابات الكبدية، هي أعراض تشبه الإنفلونزا، فقدان الشهية والضعف والإعياء. ممكن نحن نشوف اليرقان طبعا والحمى، ونفس التفاصيل تبادل اللوني بين البراز والبول اللي شفناه مع الهباتيتس A. ممكن نشوف طبعا وجود حك وطفح جلدي، ممكن انه يحصل صداع، الم في الجزء الايمن من البطن. هي اهم الاعراض اللي تصيب هذا النوع من الالتهابات الكبديه. لسوء الحظ المرض ممكن يحصل شفاء خلال 6 أشهر لدى فقط 20% من الحالات. 80% من المرضى بيتحول لديهم للاصابه المزمنه، وهذا الحقيقه بيعطينا فكره عن خطوره المرض بالنسبه للمرضى المصابين بالهباتيتس B حتى على المدى البعيد من ناحيه نقلهم للمرض. التشخيص ممكن من خلال الفحوص المخبريه، حنحكي عنها لاحقا. طبعا بالنسبه لنا كاطباء اسنان ضروري ناخذ اللقاح اللي هو على 3 جرعات. كلنا اعتقد تناولنا هذا اللقاح بيعتمد على انه ناخذ جرعه، وبعد شهر ناخذ جرعه، وبعد 6 أشهر من الجرعه الاولى ناخذ الجرعه الثالثه. بالنسبه للهباتيتس سي، هو من نمط الار ان اي، بينتمي لزمره الفيروسات الفلافيديه. اكتشف طبعا بشكل متاخر عن البي، اكتشف في الستينات، السي اكتشف بالثمانينات. والحقيقه الفيروس مخادع، له كثير من الانماط الوراثيه تقارب 50 تقريبا نمط او تحت نمط. فمع بدايه اكتشافه كان يسمى الالتهاب الفيروسي الغير الاي والبي. فتره حضانته تشابه فتره حضانه الالتهابات الكبديه اللي هي تقريبا 50 يوم. المرض طبعا منتشر في بعض الدول بشكل خاص. لسوء الحظ المرض ما له فاكسين، يسبب الموت لدى تقريبا 50 الى 100 ألف مريض سنويا. فيروس مسؤول عن 90% تقريبا
من حالات التهاب الكبد التي تتلو عملية نقل الدم. الفيروس ينتقل بنفس الطريقة عن طريق الدم، بنفس الطريقة اللي شفناها مع البي. أيضا كما سبق وذكرنا مع الهباتيتس بي، المرض ممكن لحد 90% من المرضى أنه المريض يكون حامل المرض ويؤدي لالتهاب كبدي مزمن. المرض لسوء الحظ لا عرضي لفترة طويلة، بالتالي الأذية الكبدية قد تستمر لحين اكتشافها، ويكون الأمر تطور إلى تشمع كبدي للأسف. أيضا لسوء الحظ ممكن المرض يتطور إلى حدوث سرطان كبدي بسبب الحالة المزمنة الالتهابية. طبعا الHCV هو أقل من الHPV كسبب الالتهاب الحاد، لكن بنشوفه طبعا كسبب مزمن بشكل أكبر بكتير. طبعا الأعراض مثل ما حكينا مع الالتهابات الكبدية تتشابه بمعظمها، وخصوصا مع الهباتيتس بي ما قلنا قد يكون المريض لا عرضي. بالنسبة للهباتيتس دي يعتبر هو نوع من الالتهابات الكبدية الأقل شيوعا، طبعا معروف أنه هو لا يصيب إلا مرضى مصابين التهاب الكبدي بي. الفيروس أصغر كحجم من الفيروس السي، كان أول ما طلع سموه الفيروس دلتا، لكن لا، عشان يصير ممرض داخل الجسم لازم يكون موجود العامل الاسترالي HBsAg، ولهيك نحن قلنا أنه دائما العدوى بتكون متزامنة، يعني المريض التهاب الكبدي دي هو حتما مريض التهاب كبدي بي. تقريبا 70% من المرضى بيصبحوا حاملين المرض، وبطبيعة الحال بسبب الأذية الإضافية فإن الأذية الكبدية تصبح أكثر منها مع التهاب الكبدي بي لوحده. للوقاية طبعا ممكن الوقاية من هذا المرض من خلال اللقاح نفسه للهيباتيتس بي. بالنسبة للالتهاب الكبدي بالفيروس اي او فيروس كبدي اي، طبعا فيروس يشابه حجمه تقريبا حجم فيروس التهاب الكبدي دي، هو من نمط الار ان اي بيشبه السي، لكن ينتمي لزمرة فيروسية مختلفة. بيشبه كتير الالتهاب الكبدي اي من ناحية انه اعراضه حادة اكثر منه مثل ما شفنا مع البي و سي، يشوفه بشكل أكبر لدى الذكور، وممكن يكون انتقال أو طريقة الانتقال هي فموية من خلال التلوث بالأطعمة، تماما مثل ما شفنا مع التهاب الكبدي اي. طبعا الهيباتيتس اي من النادر أن يسبب إصابة مزمنة، لكن في بعض الأحيان ممكن يؤدي لفشل الكبد، ممكن يؤدي للوفاة خصوصا عند إصابة الحوامل. في فاكسين لإله، ممكن كشفه في الدم، في أنتي اتش اي في ممكن كشفه في الدم خلال الفحوصات المخبرية. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية للهيباتيتس، طبعا حسب السبب نحن بنحكي، تعرض للهيباتيتس فيروس واللي بيؤدي للإصابة بأنواع مختلفة من الفيروسات بتؤدي لأنه يبدأ عملية الانفكشن والانفلاميشن اوف ليفر. طبعا هي العملية الالتهابية بتؤدي لأنه يحصل تأذي على مستوى الخلايا الكبدية، وبتبدأ وظائف الكبد تضعف، وهذا بيؤدي لأنه نحن نبدأ نشوف المنتجات اللي الكبد موكل بي أو بوظيفة التخلص منها وتنقيتها تبدأ تتراكم. هنشوف أنه البيلوروبين اللي هو نواتج تحلل الهيموغلوبين تراكم بسبب ضعف قدرة الكبد الاستقلابية، ممكن يتطور لأنه يحصل شيء عندي اسمه التهاب الكبد الانفجاري أو الهيباتيتس فلومينانت، وهو اختلاط خطير ممكن يؤدي للوفاة. بيحصل بشكل خاص مع الـ HBV والـ HDV. استمرار الأذية رح تؤدي حصول التهاب كبدي مزمن، وبالتالي بيستمر الفيروس موجود بمستوياته المنخفضة. ممكن نحن بهي الفترة نمر بمرحلة المريض ما عاد يشعر بأعراض واضحة، لكن الأذية الكبدية مستمرة فتؤدي لعمل نيكروسيز ببعض أجزاء الكبد، وتبدأ تظهر أعراض التشمع للأسف، وممكن حتى يتطور سرطان على مستوى الخلايا الكبدية بسبب هاي الأذية. وطبعا تكون هون نحن وصلنا لمراحل متقدمة من المرض تؤدي إلى الوفاة. مثل ما شايفين إصابة بالهيباتيتس سي، الانفكشن نفسه يؤدي ل 75-85% للأسف من المرضى لحصول كرونيك هيباتيتس مع عدم العلاج، ممكن يتطور لدى 20-30% من المرضى ليحصل سيروسيز أو تشمع، وينتهي طبعا خلال 2-7% من المرضى لأنه يحصل تموت على مستوى كامل الكبد، وتندب يؤدي لأنه الكبد يصبح غير قادر على القيام بوظيفته. التشخيص بنعتمد على الأعراض السريرية مثل ما حكينا من خلال المقدمة اللي حكينا فيها على الفيروسات المختلفة. تتشابه طبعا الالتهابات الكبدية من ناحية حدوث تعب، غثيان، حمى خفيفة، ممكن يصير في اصفرار ويرقان، ممكن ألم بطني، ومثل ما قلنا انقلاب اللون البول والبراز يصبح كل منهم يحمل لون الآخر. هي تقريبا أهم الأعراض، قد تكون أكثر حدة عند الالتهابات الفيروسية الحادة خصوصا E و E، وتكون أقل شدة مع البي والفي، وهذا ليس له علاقة طبعا مع الشدة الإمراضية مثل ما حكينا اللي بتكون أكثر بالأنواع البي والسي. هذا بالنسبة للتشخيص السريري. أما بالنسبة للفحوصات المخبرية، نحن عندنا أول شيء ممكن نحن نختبر الوظائف الكبدية من خلال الـ ALT الألانين أمينو ترانسفيراز، والـ AST اللي هو الأسبرتات.
ALT أو الألانين أمينو ترانسفيراز هو أكثر نوعية بالأورام الكبدية منه الAST اللي ممكن يرتفع حتى مع الإصابات مع الأزمات القلبية أو الاحتشاء القلبي. هنشوف طبعا ارتفاع بمستوى البلوروبين، ترتفع أيضا الألكاليك فوسفاتاز، وممكن ترتفع GGT اللي هي الجاما جلوتاميل ترانسفيراز. المقارنة بين التراكيز المختلفة لهي التحاليل المختلفة تعطينا فكرة عن درجة الأذية للخلية الكبدية. لو نحن شفنا ارتفاع شديد في الـ ALT والـ AST وكانت الألكالين فوسفاتاز ارتفاعها جدا بسيط، فهنا هذا بيعني أنه الخلية الكبدية فعلا تأذت بشكل واضح. أما لو كان عندي الألكالين فوسفاتاز مرتفعة والـ ALT والـ AST طبيعي، فهذا بيعطينا فكرة عن أنه في عنا نحن انسداد صفراوي أكثر منه أذية كبدية أو أذية على مستوى الخلايا الكبدية. ممكن نحن نشوف زيادة في تعداد الكليات البيض، وممكن يتطاول زمن البروترومبين، وهذا أمر لازم نحن نهتم فيه، حنحكي عنه لاحقا في موضوع الدنتال مانجمنت، لأنه بيهمنا نحن خصوصا عند إجراء جراحات تطاول هذا الزمن، يعني أنه نحن أمام مريض نازف في شدة. ممكن أيضا نحن نفحص أضداد الفيروس بشكل مباشر، حنشوف أنه الـ HAV ترتفع على الأضداد اللي هي منه IgM مدة تقريبا 2 إلى 4 أسابيع خلال الـ Acute Phase، وممكن حتى تبينها من خلال الفحص المخبري مثل ما أنا شايفين. أما بالنسبة للـ Hepatitis B فهون مهم جدا نحن نتعرف على الفحوص المخبرية وتفسير اللي ممكن نحصل عليه من خلال اللابراتوري تيست. ضروري طبيب الأسنان يكون ملم وعارف، لأنه هذا موضوع بخص عمله وبيحميه أو ممكن يؤدي لإصابته أو نقل العدوى لغيره. نحن بشكل عام اللي مطلوب نعرفه كأطباء أسنان هو التفسير للعامل الاسترالي وضده ولا المستضد من النوع الـ HPE. طبعا في نوع آخر من الأضداد المستضد اللي هو الـ C، في حال كان العامل الاسترالي سالب وضده سالب وايضا اضداد العامل الـ HPE سالبي، هذا يعني انه المريض ليس محصن وليس محمي وليس مصاب، وبالتالي هون نحن لازم نعطي اللقاح للبيشن اذا كان هذا الامر بخص حتى الطبيب او الستاف اللي مع الطبيب، فهذا يعني ضرورة انه يحصلوا على التلقيح. في حال نحن كان عندنا العامل الاسترالي سلبي لكن ضده موجب والـ HPE موجبة، فهذا يعني أنه المريض هذا أصيب فيما سبق بالتهاب الكبدي به لكنه الآن غير مصاب أو تشافى أو تعافى، وهو لا يحتاج تطعيم لأنه لا يزال محصن ضد المرض. أما لو كان العامل الإسترالي S سالب وأيضا أضداد العامل HPE سالبة لكن أضداد العامل الإسترالي موجبة، فهذا يعني أنه هذا المريض تعرض للتطعيم أو تلقح ضد التهاب الكبدي به، وأيضا هو لا يحتاج للتلقيح. في حال كان عندي العامل الأسترالي موجب وأضداده سالبة، ضاد العامل الـ HPE موجبة، فهذا البيشنت هو infected ونحتاج لبعض التيست اللي تبين لنا بشكل أوضح مدى فعالية المرض. أما في حال كان العامل الأسترالي وأضداده سالبة لكن العامل من النوع الـ HPE هو اللي موجب، فالحقيقة هاي النتائج قد تعني أنه المريض عنده ماضي من الهباتيتس بي ما في وضوح بالنسبة للحالة، تحتاج طبعا رجوع لأخصائي. وهون أنا ممكن الحقيقة أحكي بشكل أعمق عن دور المستضد من النوع سي، وهون نحن منشوف أضداد المستضد سي. المستضد سي طبعا هو لا يتواجد في الدم، ما منشوفه من خلال تحليل الدم لأنه هو أصلا موجود في الخلايا الكبدية نفسها، لكن نحن ممكن أنه نتحرى أضداده في الدم اللي هي عادة بتكون إما IgG أو IgM. مجرد نحن نشوف أنه البيشنت عنده الـ IgM موجود، فهذا يعني حكما أنه هو Acute Hepatitis B. في حال كان الأضداد المسيطرة في التحاليل هي من النوع IgG، فمعنى ذلك انه البيشنت عنده كرونيك انفكشن بالهيباتيتس بي. بالنسبه للهيباتيتس سي نحن نعمل الفحص المعتاد للاضداد الموجوده، طبعا بيعتمدوا تفاعل البي سي ار اللي بنعرفه تقريبا خلال 3 اشهر بدا الاصابه، بعد 3 اشهر ممكن انه البي سي ار يكون مشخص للمرض لدى اكثر من 90% من المرضى، بيبين معنا لو كان موجب فاذا البيشنت مصاب، لو كان نيجاتيف فهذا يعني انه لا يوجد هناك دليل مخبري على انه هو مصاب بالهيباتيتس سي. بالنسبة للهيباتيتس دي أيضا هناك أضداد تخص الفيروس دي، ممكن من خلال التحليل المخبري أنه نتبين إيجابيته أو سلبيته،
وايضا بالنسبه للهباتيتس اي ممكن انه نحن نكشف عن الاضداد الموجوده للفيروس في الدم من خلال الفحص المخبري، وممكن ايضا في بعض الحالات انه نحتاج البايوبسي لحتى نتبين اذا المريض عنده كرونيك هباتيتس. بالنسبه للمعالجه لن اطيل فيها كثيرا، المعالجه الاساسيه بالنسبه لانواع الهباتيتس هي الراحه، الاكثار من السوائل خصوصا مع الاكيوس فيس، طبعا تجنب، لازم يكون في دايت، تجنب الأطعمة الدسمة، تجنب الكحول والأدوية اللي تستخلص في الكبد بشكل عام. في حال كان عندي كرونيك فيس للهباتيتس فاحنا ممكن نحتاج لمعالجة، تعتمد المعالجة بشكل خاص على الانترفيرون بكل أنواعه، الاميودبين، الأدنوفير، الأسيديفيكسين. ممكن أحيانا نعمل مشاركة مثل ما بنعمل مع الهباتيتس سي، مثل ما قلت ما راح أطيل في المعالجة، حبيت بس أنه نعرض لها ضمن حديثنا. بالنسبة للتدبير السني لمرضى التهاب الكبد إن شاء الله راح أخصص له محاضرة خاصة نحكي فيها عن تفاصيل هاي النوعية من الأمراض اللي ممكن نصادفها بالعيادة، وهناك الكثير لنقوله فيما يخصها. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.